أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء في نشرة أخبار التاسعة مساء، ونبدأها مع الزميلة ندى رضا. ندى أهلا بك. أهلا بك أمام، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا. أكد الرئيس السيسي أن مصر تحولت في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار، مشيرا في كلمته خلال احتفالية عيد الشرطة 68 إلى أن ما شهدته من إنجازات اقتصادية ونهضة عمرانية سيكون متركزا للانطلاق نحو بناء الدولة الحديثة. إن التاريخ سيتوقف طويلا وبإعجاب أمام التجربة المصرية النابعة من قوة الإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر الأبي، الذي أدرك بحسه الوطني أن مستقبله لن يبنيه أحد غيره، فصبر وتحمل قسوة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة في ظل أوضاع إقليمية ومحلية غير مستقرة، لكنه مضى في طريقه رافعا شعار نكون أو لا نكون، وقد رأى العالم أجمع كيف تحولت مصر في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار، فما تحقق على أرض مصر من إنجازات اقتصادية ونهضة عمرانية سيكون مرتكزا للانطلاق نحو بناء الدولة المصرية الحديثة التي يسودها العدل وتعلو فيها قيمة الإنسان المصري. كما أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتضحيات رجال الشرطة للدفاع عن أمن مصر واستقرارها، وأشار السيسي لأن رجال الشرطة جزء من نسيج الشعب المصري. في يوم من أيام العزة والكرامة والوطنية تمتزج فيه مشاعر الفخر بتضحيات رجال هانت عليهم أنفسهم ولم يهن عليهم وطنهم، فقاتلوا وصمدوا وضربوا أروع الأمثلة في الذود بالروح والنفس دفاعا عن شرف الوطن وإعلاء لقيمته العليا التي سكنت داخل نفوسهم واستقرت داخل ضمائرهم. ومع شعورنا بالفخر الذي يعلو جبين أمتنا، يتنامى لدينا إحساس بأن جينات الصمود وسمات البطولة متأصلة ومتوطنة تنبت بها الأرض المصرية الطيبة أجيالاً وراء أجيال، فالملحمة التي سطرها السابقون من رجال الشرطة البواسل يوم 25 من يناير عام 1952 ستبقى محفورة في وجدان وذاكرة الأجيال المتعاقبة من أبناء هذه الهيئة الوطنية الموقرة. كما وجه الرئيس السيسي تحية تقدير لأبناء شعب مصر بمناسبة ذكرى ثورة 25 من يناير والتي تتواكب مع أعياد الشرطة، مشيرا إلى أن مطالبها نبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري. يتواكب اليوم مع ذكرى ثورة 25 من يناير بمطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري، ولا يفوتني أن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لأبناء شعب مصر العظيم في هذه المناسبة الغالية، متطلعين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لنوفر لمصر وشعبها واقعا جديدا ومتطورا. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعا مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة. سبق ذلك قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة. كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من قيادات وضباط الشرطة، وقام الرئيس السيسي بمنح المكرمين أنواط الامتياز من الدرجات المختلفة، كما كرم الرئيس السيسي عددا من أسر شهداء الشرطة. مقدم تامر محمد حسن عبد الشافي، مديرية أمن القاهرة.
وفي كلمته أكد وزير الداخلية محمود توفيق استقرار الوضع الأمني في مصر على الرغم من تضاعف مخاطر الإرهاب وتزايد شراسته على المستوى الإقليمي والدولي. وأضاف وزير الداخلية أن الوضع الأمني المتميز لمصر كان حصادا لتضحيات رجال الشرطة الأوفياء الواعين بمسؤولياتهم. لقد تضاعفت مخاطر الإرهاب وتنامت شراسته بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات. وفي مواجهة كل هذه المخاطر كان الوضع الأمني المتميز لمصر ولا يزال تجسيدا لموقف دولة وقرار قيادتها وإرادة شعبها، وكان حصادا لتضحيات رجال الشرطة الأوفياء، وهم على قدر كبير من الوعي بمسؤوليتهم في انتهاج المزيد من سبل التطوير والتحديث في ظل معطيات متغيرة، يدركون أن آفة الإرهاب لم تنتهي وأن الأمر يتطلب استمرار اليقظة والجهد لمحاصرة وتطويق أي محاولات يائسة لزعزعة الأمن أو المساس بمكتسبات الشعب المصري العظيم. من هنا ارتكزت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة على ثوابت جوهرية يأتي في مقدمتها نجاح الضربات الأمنية الاستباقية في تفكيك الخلايا الإرهابية ودحرها ورصد وإحباط تحركات عناصرها ومواجهة مخططاتهم للإخلال بالأمن، والتي لا تقف عند الأعمال التخريبية فحسب بل تمتد لتشمل حروب الجيل الرابع والخامس من استقطاب للشباب بالأفكار والأخبار المغلوطة وترويج الشائعات. بعث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى 9 لثورة 25 من يناير، كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري بهذه المناسبة والتي أكدت وعي وإرادة الشعب المصري في رسم خريطة مستقبل وطنه من أجل أن ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. في الوقت نفسه توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمناسبة العيد 68 للشرطة، مشددا على الفخر والاعتزاز بجهود الشرطة المخلصة. ويأتي الاحتفال بعيد الشرطة تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 من يناير عام 52، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي. لم يكن 25 من يناير عام 1952 يوما عاديا في تاريخ مصر، لأنه كان وسيظل صفحة ناصعة البياض في سجل البطولة والتضحية والفداء، وشهد عيان على بسالة وشجاعة رجال الشرطة المصرية حينما رفضوا تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية لقوات الاحتلال البريطاني رغم قلة عددهم وضعف تسليحهم، فسقط الكثير من الشهداء ومئات الجرحى فداء للوطن. استقر هذا اليوم في ضمير الأمة ووجدانها وأصبح رمزا متجددا لبطولات رجال الشرطة الأوفياء الذين خاضوا أشرس المعارك وجادوا خلالها بأرواحهم الطاهرة من أجل عزة وكرامة وطنهم. وعلى مدى السنوات يواصل رجال الشرطة تقديم البطولات والتضحيات من أجل تأمين وسلامة الوطن، فلم يبخلوا يوما بتقديم أرواحهم للدفاع عنه وتقديم الغالي والنفيس من أجله. والشعب المصري على العهد به يقف جنبا إلى جنب مع حماة الوطن من الجيش والشرطة، مقدرا الدور الذي يقدمونه في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن. والشعب لن ينسى ما قدمته الشرطة من تضحيات، فالتاريخ سوف يخلد ذكراهم وبطولاتهم بحروف من نور. والأمر المؤكد أن هؤلاء الأبطال على الدرب سائرون في أداء واجبهم لتوفير الأمن والأمان للمواطنين في كافة ربوع البلاد.
ولم ولن يترددوا أبدا في التضحية بدمائهم وأرواحهم ليأمن كل مواطن على حياته وعرضه وماله، ولن يتوانوا في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من يحاول المساس باستقرار الوطن أو من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، رافعين اسم مصر عاليا، يضربون مثلا رائعا ونموذجا يحتذى في الالتزام والانضباط جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة البواسل. شارك محافظ أسيوط اللواء عصام سعد وعدد من القيادات الأمنية في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بمركز الفتح بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 68. وأشاد المحافظ بالدور العظيم الذي يطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية، مؤكدا أن عيد الشرطة هو عيد للمصريين جميعا، كما أن اليوم بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة. قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابعة لدار الإفتاء بالجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب والإفساد في البلاد. وأوضح المرصد أن جهود وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني نجحت في كشف مخطط إرهابي ينفذه قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربون في تركيا، موضحا أن هذه الجماعة الإرهابية دأبت على إثارة العنف والترويج لتعطيل مصالح العباد. أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال افتتاح مؤتمر ليبيا في الجزائر أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يقوم على تشكيل حكومة مستقلة ونزع سلاح الميليشيات. وجدد شكري التأكيد على استنكار مصر لقرار تركيا بإرسال مسلحين إلى ليبيا، مشددا على أن اتفاق تركيا مع فايز السراج مخالف للقوانين الدولية. هذا وطلب وزراء خارجية دول الجوار الليبي بضرورة تطبيق قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا. وخلال اجتماع في الجزائر أكد الحاضرون ضرورة حل الأزمة في ليبيا دون أي تدخلات خارجية. لا نريد أي تدخل خارجي عند دول الجوار، لا تدخل. أنا بالعكس أنا أظن أن التدخلات الخارجية المتعددة هي اللي أزمت وعقدت الأزمة في ليبيا. إذن هذا واضح لمن يريد الإسراع مهما كان. عندما نقول السلم والسلام في ليبيا يعني لم الشمل مع الأطراف التي تريد قابلة برفض العنف تماما، لا نتحاور مع الذي ينادي بالعنف. طبعا أنا أظن ولدي قناعة أن هناك حسن النية عند جميع الأطراف الليبية الإصغاء إلى رأي دول الجوار. We'll be right back.
أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة نقل المرتزقة والإرهابيين من مناطق الصراع كسوريا إلى بؤر صراع جديدة في ليبيا. وأشار غوتيريش في كلمة خلال اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إلى أن نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا أمر خطير للغاية ويسهم في نشر الإرهاب. قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا ما لم يتم إلغاء اتفاقيتين السراج وأردوغان. وأكد ميتسوتاكيس في مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في ديفوس بسويسرا أن أوروبا تعلم أن اتفاق السراج وأردوغان وقع مقابل الدعم العسكري التركي لميليشيات طرابلس. إضافة إلى ذلك فهو اتفاق غير شرعي لعدم إقراره في المجلس التشريعي الليبي. قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده تبحث مع مجلس الأمن إمكانية فرض عقوبات ضد من ينتهك وقف إطلاق النار في ليبيا. وخلال كلمته باجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر شدد الوزير الألماني على أن الحل في ليبيا يبقى سياسيا بعيدا عن لغة السلاح، وأن كل الدول المشاركة في اجتماع الجزائر تسعى لتجسيد الحل السياسي للأزمة الليبية. أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري أنه من غير المقبول أن تتحول بيروت إلى ساحات للكر والفر والانتقام وتكسير الأملاك الخاصة والعامة. وأضاف الحريري أن هناك غضبا شعبيا يستدعي وعيا لتحديات المرحلة ومخاطرها الاقتصادية والمعيشية والأمنية، مشيرا إلى أن كتلته البرلمانية ستراقب أداء الحكومة الجديدة. قالت باريس إنها على استعداد لدعم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات اللازمة. وفي بيان لها أكدت الخارجية الفرنسية على تمسكها بسيادة لبنان وضرورة النأي عن الأزمات الراهنة في سياق التوترات الإقليمية، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي الحكومة الجديدة الأولوية لإجراء تدابير طارئة لاستعادة الثقة. وفي ردود الفعل الدولية لتشكيل الحكومة طالبت وزارة الخارجية الأمريكية قادة لبنان بالالتزام بالإصلاحات الضرورية للاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين أوضاع الاقتصاد. وأشارت الخارجية الأمريكية لأنه يجب أن تثبت الحكومة أنها مستعدة وقادرة على وضع الحزبية جانبا والتصرف لصالح الدولة. التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القصر الرئاسي ببيت لحم بالضفة الغربية، لافتا إلى أن مباحثاته مع الرئيس الروسي تناولت صفقة القرن والانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية. وقال الرئيس الفلسطيني إن بوتين يدعم القضية الفلسطينية في كل فرصة ممكنة، معلنا عن زيارته للعاصمة الروسية موسكو في مايو المقبل للمشاركة باحتفالات عيد النصر. يقدر الدعم والعمل الذي يقوم به في المحيط في الدول العربية لأنه يهتم بهذه، لأن هذه البلاد بالنسبة لروسيا الاتحادية مهمة، ولذلك نرى روسيا دائما وأبدا موجودة ومؤثرة في كل القضايا التي يعيشها محيطنا. بطبيعة الحال هناك قضايا عندنا في المنطقة لابد أن نبحثها مع سيادة الرئيس، سواء ما يتعلق بإعلان إسرائيل عن ضم الأراضي الفلسطينية، كذلك لدينا قضية تتعلق بانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية، لابد أن نضع سيادة الرئيس في الصورة. إلى اليمن، حيث أبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث قيادات جماعة الحوثي إدانته للتصعيد العسكري والهجمات الصاروخية على مدينة مأرب. وقالت مصادر أن جريفيث الذي وصل إلى صنعاء في زيارة مفاجئة أكد ضرورة الحفاظ على التهدئة التي كان قد أعلن عنها أمام مجلس الأمن الدولي بهدف الترتيب لعقد مشاورات سلام جديدة. That's not been absent in these last.
جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ التزام الحلف بتدريب ودعم القوات العراقية. جاء ذلك خلال لقائه الرئيس العراقي برهم صالح على هامش منتدى دافوس، حيث تم التباحث خلال اللقاء حول القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، كما تم استعراض الأوضاع الأمنية وضرورة اكتثاث الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة. حذر قيادي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي من عودة التنظيم إلى الصعود رغم إضعافه، وذلك في حال انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وأشار القيادي العسكري إلى أن المظاهرات في العراق ساعدت التحالف على تطوير تقييمه، حيث استنتج أن التنظيم الإرهابي يعاني من نقص في القدرات والإمكانات، موضحا أنه لا يرى تهديدا باستعادة التنظيم قوته بشكل آني. بدأ رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ المشاورة السياسية مع الأحزاب الممثلة برلمانيا لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك قبل انتهاء المهلة الدستورية البالغة شهرا من بداية التكليف. ما بين مساري حكومة الفخفاخ أو حل البرلمان، تنتظر تونس سيناريوهات حل الأزمة السياسية التي تتمحور حول أهمية الحفاظ على مبدأ تشكيل حكومة مستقلة ورفض أي وصايا حزبية عليها. وأعاد الرئيس التونسي الكرة إلى ملعب الأحزاب مرة أخرى وسط تحذيرات من إعادة إنتاج حكومة الحبيب الجملي التي تبين تبعيتها لحركة النهضة الإخوانية، فرفض البرلمان منحها الثقة. وبدأ وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ سباقا مع الزمن لتخطي اختبار تشكيل الحكومة في مدة أقصاها شهرا حسب الدستور التونسي، وذلك بلقاء عدد من الشخصيات السياسية البارزة التي عرفت باستقلاليتها. وفي سياق متصل، دعا حزب قلب تونس رئيس الحكومة المكلف إلى الانفتاح على كل القوى الحية والأحزاب السياسية دون إقصاء، مشيرا إلى أنه سيحدد موقفه من حكومة الفخفاخ من خلال البرنامج الذي سيتم تقديمه والفريق الذي سيعلن عنه. كما شددت أحزاب التيار الديمقراطي والإصلاح الوطني والدستوري الحر على ضرورة مشاركة الجميع في المفاوضات بإيجابية لوضع برنامج مشترك للحكومة. كان الفخفاخ أكد في تصريحات سابقة أنه سيفتح المجال أمام كل الأحزاب لتقديم مقترحاتها بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية، وأن الحكومة المقترحة ستمتنع عن الدخول في أي نزاعات سياسية لتركيز طاقتها من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أساسي. وللمزيد انضم إلينا هاتفيا من تونس محمد بوعود الكاتب الصحفي التونسي. سيد محمد، برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. يعني بداية، بعد فشل الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان، ما هي فرص إلياس الفخفخ لكسب هذه الثقة البرلمانية؟ أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرام. تبدو نسب فوز السيد إلياس الفخفخ بالثقة البرلمانية أكثر بكثير من سلفه الحبيب الجملي، وذلك لعدة اعتبارات، لعل أهمها وأقربها إلى واقع الأمر أن هذه تعتبر حكومة الفرصة الأخيرة قبل المرور إلى الحل الأخير، أي حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، وبالتالي هذا يعطي حافزا أكثر للسيد إلياس الفخفاخ، أو نقطة أهم في رصيده، وهي أن السادة نواب مجلس نواب الشعب سيدخلون إلى جلسة التزكية وهم يحملون هاجس أن هذا البرلمان قد لا يعيش طويلا بعد ساعات التزكية والتمرير، وبالتالي كثير منهم سيصوت للحكومة حتى وإن لم يقتنع بها، فمن أجل البقاء في المجلس. ثاني هذه الحوافز أن السيد إلياس الفخفاخ رجل يعني سياسة ومعروف، شغل عدة وزارات في عهد الترويكا وما بعد الترويكا في وقت، ليس مثل السيد الحبيب الجملي الذي جاءت به حركة النهضة من قياداتها في الصف الثالث أو الرابع، ولم يشتغل إلا في إطار وظيفي صغير في وزارة الفلاحة. طيب يعني الفلاحة. سيد محمد، يعني برأيك ما هي الأخطاء التي يجب أن يتجنبها السيد إلياس الفخفاخ لنيل ثقة البرلمان؟ يعني ما هي الأخطاء التي وقع بها سلفه السيد الجملي ويجب أن يتجنبها الفخفاخ هذه المرة؟
أول خطأ وقع فيه السيد الحبيب الجملي أنه كان يحاور ضيوفه من الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في دار الضيافة، في حين أن المحاورات الأصلية كانت تقوم بها حركة النهضة والشيخ رشيد الغنوش في أماكن أخرى، وبالتالي لم يشتغل على مسار واحد بل كان متعدد المسارات، وهو ما أفقده الكثير، لأنه مثلا يعطي كلمة لأحد الأحزاب بأن يعطيه ثلاث حقائب أو حقيبتين، في حين أن حركة النهضة تعترض وتعطي حقيبة واحدة، وذلك ما أوقعه في عديد المرات في إشكال وحرج. المسألة الثانية أن السيد الحبيب الجملي لما كان يفاوض أطال مدة المفاوضات وإعاد المفاوضات وجلب أشخاص حتى من خارج الدائرة السياسية المعروفة ومن خارج المشهد السياسي المعروف، وأطالها إلى أكثر من شهر وعشرين يوم، وهو ما تسبب في كثير من الحسابات وإعادة الحسابات وإعادة التحالفات، وبالتالي أوصلها إلى يوم التزكية وهي منهكة كما يقال. ثالث مسألة أنه وسع فيها إلى أقصى درجة، 42 وزير و18 كاتب دولة، يعني أكثر من حكومة الصين والولايات المتحدة مجتمعتان، في حين أن الياسر فخفاخ من أول كلمة قالها أنها ستكون حكومة مصغرة وتكنوقراط وحكومة إنقاذ وطني، وليست حكومة وحدة وطنية كما قال الجملي أي تجمع كل الأحزاب. بالنسبة لبداية المشاورات اليوم لم ينبثق عنها شيء معين. الناس الذين قابلوا السيد الفخفاخ اليوم هم تقريبا 4-5 أحزاب، كلهم عندما خرجوا تحدثوا للإعلاميين بنفس اللغة، نحن نبحث عن برنامج ونبحث عن برنامج، لكن بالتأكيد ما يجري في الداخل هو المحاصصة، كم ستعطيني من حقيبة وكم أستطيع أن أدعمها كما غير ذلك. ما لوحظ غياب حزب كبير صاحب الكتلة الثانية في البرلمان. نعم، يعني سيد محمد بالفعل سنتابع ما ستقول إليه هذه المشاورات في الأيام القادمة. سيد محمد بوعود الكاتب الصحفي التونسي كنت معي هاتفيا من تونس، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. طلب الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الضغط على أردوغان لوقف أعماله غير القانونية على الفور في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وفي اتصال هاتفي بين طرفين أكد أنستاسيادس لميركل ضرورة إجبار النظام التركي على الالتزام بالقرارات الدولية والكف عن الاستفزازات في منطقة الشرق المتوسط. كشفت مجلة The Economist عن احتلال تركيا المرتبة 110 في مؤشر الديمقراطية لعام 2019، وأوضحت المجلة تراجع درجة الديمقراطية في تركيا من 7.37 إلى 4.37 إلى 4.9 درجات. وللمزيد انضم إلينا هاتفيا الأستاذ بشير عبد الفتاح المتخصص في الشأن التركي. أستاذ بشير أنا برحب بحضرتك، يعني بداية دلالات هذه الأرقام وتراجع المؤشر الديمقراطية في تركيا. لكل مشاهدي سي بي سي إكسترا في كل مكان، من الطبيعي أن تعطي المؤشرات الدولية دلائل على تراجع الممارسة الديمقراطية في تركيا، خصوصا وأن هناك تقارير دولية أيضا أوروبية وأمريكية وحتى من داخل تركيا تؤكد أن سجل تركيا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات يشهد تراجعا لافتا منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في العام 2016، حيث إن الفصل بين السلطات في تركيا بات مهددا بعدما يعني قام أردوغان بتحويل نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي تتركز فيه السلطة في يد أردوغان بلا رقيب أو حسيب أو مراجع. أيضا الحريات ملفها في تركيا مسيء للغاية، حيث إن تركيا من أكثر دول العالم انتهاكا للحريات والحقوق، وباتت سجنا كبيرا بالنسبة للصحفيين وأصحاب الرأي والكلمة. فضلا عن ذلك القضاء في تركيا بات مسيسا ولم يعد مستقلا، ملكية وسائل الإعلام 95% منها في يد الدولة. يعني كل المؤشرات تؤكد تراجع الديمقراطية. أيضا لا توجد يعني معارضة سياسية قوية، أغلب المعارضين الآن في غياهب السجون وخلف القضبان، وكل من يحاول أن ينتقد سياسات أردوغان
يزج به في السجن بتهمة الانتماء إلى جماعة فتح الله جولن أو الترتيب لمحاولة انقلابية. كل هذه المؤشرات يعني وضعت تركيا في مرتبة متأخرة للغاية فيما يخص أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكان الاتحاد الأوروبي سباقا في تقييم أوضاع الديمقراطية في تركيا حينما جمد مفاوضات انضمام تركيا إليه على اعتبار أن ملفها في الديمقراطية وحقوق الإنسان لم يعد يؤهلها للانضمام للاتحاد الأوروبي. طيب سيد بشير، ما تفضلت به من كما ذكرت حملات الاعتقال وأيضا حملات القبض العشوائي، قمع الصحافة، يعني إلى أين تؤول الأوضاع في تركيا؟ ويعني المعارضة، أين موقف المعارضة من كل ما يحدث؟ هل ذلك من الممكن أن يؤثر على مستقبل أردوغان وحزبه، وكيف سيؤثر؟ لولا التهاب بعض الملفات في السياسة الخارجية كالملف السوري والملف الليبي لكان أردوغان بصدد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة هذا العام من المتوقع أن يخسرها بسبب تراجع شعبيته وتدهور مكانة حزب العدالة والتنمية في الشارع التركي وصعود حظوظ المعارضة بشكل كبير بسبب تخبط سياسات أردوغان وفشله الاقتصادي في الداخل فضلا عن افتئاته على الديمقراطية وحقوق الإنسان. لكن جاء الملف السوري وكذلك تدخل تركيا في ليبيا ليصرف الاهتمام التركي عن مسألة الانتخابات المبكرة والتركيز الآن على كيفية خروج تركيا من المأزق السوري والمأزق الليبي بأقل خسائر ممكنة. أردوغان أيضا يحاول أن يعني يخدع الشعب التركي بأن له مصالح حيوية في ليبيا وفي سوريا تستوجب ذلك التدخل، ومن ثم يعني مستقبل أردوغان مرتهن بنتائج العملية العسكرية في ليبيا وكذلك بقدرة المعارضة على بلورة بديل مناسب. السؤال الآن ما هو البديل لأردوغان؟ يعني هناك غضب شعبي عارم عليه، لكن تظل مشكلة تركيا في إيجاد بديل مناسب. نعم، السيد بشير عبد الفتاح المتخصص في الشأن التركي كنت معي هاتفيا، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. نفت الحكومة الصومالية منح تركيا امتيازا لتنقيب عن النفط في سواحل البلاد، يأتي ذلك ردا على تصريح أردوغان حول طلب الصومال لتنقيب عن البترول. الحكومة الصومالية أكدت أن القانون الخاص بالتنقيب عن الموارد الطبيعية ينتظر أن يتم التصديق عليه أولا من قبل رئيس الجمهورية حتى يصبح نافذا. وافق النواب الروس بالإجماع على مجمل التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين قبل 3 أيام، وتنص الإصلاحات الجديدة في بعض بنودها على منح البرلمان صلاحيات جديدة وحد ولاية الرئيس بفترتين وإنشاء مجلس دولة واسع الصلاحيات. وقعت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية على التشريع الخاص بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لتحصل الوثيقة رسميا على صفة القانون. وأبلغ نائب رئيس مجلس العموم للبرلمان البريطاني نايجل إيفاتس النواب بتوقيع الملكة على مشروع القانون الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وهو التشريع الذي ينص على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 31 من يناير الجاري لتبدأ بعد ذلك فترة انتقالية يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية. هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بريطانيا حال عدم الالتزام بالبند الخاص بفحص البضائع عند البحر الأيرلندي في اتفاق بريكزيت. وقال ميشيل بارني كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي لن يسمح بأي تراجع أو تطبيق جزئي للإجراءات، وذلك بعدما قرر جونسون أن هذه الفحوصات لن تكون ضرورية. تتواصل محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 3 واقعة في تاريخ الولايات المتحدة، وفي حين يطالب الديمقراطيون بإقالة ترامب يشدد الجمهوريون على تبرئته. المزيد في سياق التقرير التالي.
في استخدام نادر لآلية دستورية لعزل الرئيس، بدأت محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، والتي تعتبر الثالثة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة. محاكمة تاريخية يتواجه فيها معسكران، كل منهما متصلب في موقفه، المعارضة الديمقراطية المطالبة بإقالة الرئيس، والغالبية الجمهورية المصممة على تبرئته وبأسرع ما أمكن. محاكمة تأتي بعد 4 أشهر على انكشاف ما يعرف بفضيحة أوكرانيا، وفي قلب الفضيحة اتصال هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس الأوكراني في يوليو، طالبا خلاله فتح تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، خصمه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وفي اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ 100 برئاسة رئيس المحكمة العليا. لخص النائب الديمقراطي آدم تشيف رئيس هيئة الادعاء المشكلة من 7 نواب الاتهامات الموجهة لترامب، معتبرا أنه ارتكب مجموعة من المخالفات الدستورية التي تبرر المساءلة، مضيفا أن الأدلة ضد ترامب دامغة بالفعل. من جانبه ندد ترامب الذي غاب عن جلسات محاكمته لمشاركته في فعاليات منتدى ديفوز لاستعراض نجاح اقتصاد بلاده، وندد محاموه بهذه المحاكمة، وقالوا إنه لم يرتكب أي خطأ، وإن الديمقراطيين يحاولون فقط منع إعادة انتخابه. وفي ديفوز وصف ترامب المحاكمة بأنها زائفة ومطاردة شعواء ومشينة. أما جديد المحاكمة التاريخية فهو تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على الموافقة على عدد من القواعد المتعلقة باستدعاء الشهود والوثائق التي سيتم تقديمها في المحاكمة، موافقة جاءت بعد حصول المقترح على 53 صوتا مؤيدا من قبل الجمهوريين، في الوقت الذي لاقى معارضة من قبل 47 نائبا من الديمقراطيين. صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن وحدة تابعة للبحرية مستعدة للقيام بمهامها من أجل مواجهة جميع الحالات الممكنة في مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الوزارة إن الجيش في أفضل حالة تأهب، مشيرا إلى أن الهدف من نشر الوحدة هو حماية المواطنين والسفن الكورية، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة الجنود. أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار باتخاذ إجراءات واسعة لحماية سكانها الروهينجا المسلمين وتجنب الأعمال التي قد تشكل إبادة جماعية. وأيدت المحكمة التي تضم 17 قاضيا بالإجماع فرض إجراءات على ميانمار تلزمها بحماية أي أدلة يمكن أن تستخدمها المحكمة في جلسات لاحقة. وخلصت المحكمة إلى أن الروهينجا ما زالوا عرضة لخطر الإبادة الجماعية، وأمرت ميانمار برفع تقرير في غضون 4 أشهر بشأن الخطوات التي اتخذتها للامتثال إلى هذا القرار. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يعتقد أن الحرب في إقليم دونباس قد تنتهي ما إذا رغبت كل الأطراف الصراع في ذلك. وأضاف زيلينسكي أن عدم التوصل لاتفاق حتى الآن يؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا، داعيا إلى التوصل لوقف تام لإطلاق النار وإنهاء الحرب. كما لفت الرئيس الأوكراني إلى أهمية عدم عرقلة تنفيذ قرارات قمة نورماندي. قالت الشرطة الهندية أن أكثر من 600 مسلح ينتمون إلى 8 مجموعات متمردة مختلفة استسلموا للسلطات الهندية في ولاية أسام المضطربة شمال شرق البلاد. جاء هذا في استجابة لمبادرة السلام الحكومية والتي ستتيح لهم الانخراط في صفوف المجتمع وفقا لما قالته الشرطة. أعلنت السلطات الأسترالية مقتل 3 أفراد على متن طائرة التهمتها النيران أثناء مكافحتها لحرائق الغابات في جبال أستراليا. كانت خدمة الإطفاء قد أعلنت من قبل أنها فقدت الاتصال بطائرة كانت تعمل في إخماد حرائق الغابات في مناطق بولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية في جبال الألب. قطع العشرات من السكان الغاضبين أحد الطرق الرئيسية بمحيط منطقة ثوران بوركانتا احتجاجا على منعهم من الوصول إلى منازلهم. وقال المحتجون إنهم يأسوا من إمكانية الوصول إلى منازلهم، وذلك بعد قيام الشرطة الفلبينية منذ أيام بإخلاء نحو 100,000 شخص حرصا على حياتهم.
قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا دليل على انتقال فيروس كورونا بين البشر خارج الصين، وأشارت المنظمة لأنها لا توصي بفرض أي قيود على الحدود أو السفر أو التجارة في الوقت الراهن بسبب تفشي الفيروس، موضحة أن الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين وانتشر لعدة دول لا يشكل بعد حالة طوارئ دولية، لكنها تتتبع تطوره دقيقة بدقيقة. Tomorrow morning, wish just to tell one more thing that this press conference. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر ينضم إلينا هاتفيا الدكتور علاء عيد رئيس قطاع طب الوقاية بوزارة الصحة. دكتور علاء مساء الخير وأهلا بك على إكسترا نيوز، وبرأيك ما الذي يعنيه قرار وزارة أو منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن في شأن فيروس كورونا، وما الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في هذا الموضوع؟ هو الحقيقة آخر تحديث للموقف وفقا للجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وده كان الساعة 7:30 مساء، أعلنوا أن عدد الحالات 557 حالة وعدد الوفيات 17 حالة، وده بيمثل 4% من المصابين. أعلنت لجنة الطوارئ أن الحدث لا يرقى أن يكون حدث صحة عامة يثير قلقا دوليا، وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية أن تظل لجنة الطوارئ جاهزة للانعقاد خلال 10 أيام على الأكثر لمراجعة الموقف الوبائي واتخاذ ما يلزم على ضوء المستجدات. طب حتى لا يتم فهم خطأ يا دكتور، هذه الحالات سواء الوفيات أو حتى الإصابة ليست في مصر. يعني المنظمة بتقول بشكل عام في العالم. المنظمة بتقول بشكل عام في العالم، لأنه عايز أقول لحضرتك أنه أول إعلان لمنظمة الصحة العالمية عن مرض كورونا المستجد ده صدر بتاريخ 7 يناير 2020. الحقيقة على الفور بعد إصدار البيان ده أصدرت معالي السيدة الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان تعليماتها برفع درجة الاستعداد والجاهزية، وقامت معاليها بعقد اجتماع مع كافة قطاعات الوزارة المعنية للاستعداد والجاهزية لمنع دخول المرض للبلاد، وده بيتمثل الحقيقة في إجراءات كثيرة جدا، منها رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة سواء كانت جوية أو بحرية أو برية، وأيضا مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق اللي ظهر بيها المرض، والعزل الفوري لأي حالة يشتبه إصابتها بالمرض، رفع درجة الاستعداد وإجراءات مكافحة العدوى وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، تنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعي ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة. كمان تم وضع خطة متكاملة للتعامل مع المرض بتشمل الاكتشاف المبكر وتعريف الحالات والتعامل معها. وعايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، إن بتعتبر مصر من أوائل الدول اللي أعدت خطة للاستعداد والتعامل مع الحدث في حالة تطور الموقف الوبائي العالمي. كمان عندنا الإجراءات الصحية الوقائية بنقاط الدخول، بيتم دلوقتي حاليا الفرز الصحي أي المناظرة للركاب القادمين، وأطقم وسائل النقل على الرحلات سواء كانت رحلات أساسية أو رحلات خاصة أو بضائع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من دولة الصين. طيب دكتور علاء، هذا المرض فيروس كورونا هل ينقل حصرا، هل يأتي حصرا من الخارج، أم أن هناك إمكانية من نشأته في الداخل في داخل مصر؟ المرض زي ما حضرتك عارف، زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، احنا بنقول ان في 557 حالة، واضح جدا دلوقتي ان بقى في انتقال للمرض من شخص لآخر. فطبعا احنا بنعمل استعداداتنا وجاهزيتنا في نقاط الدخول الأساسية سواء كان في البر أو الجو أو البحر لمنع دخول المرض للبلاد. طيب أعراض المرض إيه يا دكتور؟ أعراض المرض الحقيقة تتمثل حرارة وبتتراوح في شدتها، يعني علامات والأعراض السريرية للمرض بتتراوح في شدتها من نزلة برد لمتلازمة تنفسية حادة، يعني ممكن تبدأ بحرارة 38 أو أكثر، وبيبدأ أعراض زي أعراض نزلة البرد، وبتوصل لمتلازمة تنفسية يعني التهاب حاد بالجهاز التنفسي، ممكن توصل لالتهاب رئوي وكحة وضيق في التنفس. عايز أوضح نقطة مهمة جدا للسادة المشاهدين، إن معظم الحالات اللي حصلت اللي ذكرناها دلوقتي
كل الاعراض الشديده دي كانت في كبار السن، يعني ناس اعمارها كبيره بتوصل يعني بتبدا من 70 73 سنه، والمرضى اللي بيعانوا من نقص المناعه والمرضى اللي لديهم امراض مزمنه. طيب هل هذه الاعراض يا دكتور علاء مشابهه لاعراض اخرى في امراض اخرى ويمكن يختلط الامر بالنسبه للمرضى؟ هي مشابهه طبعا زي اعراض نزلات البرد، زي اعراض الالتهاب الرئوي، زي اعراض الميرس كوفيد بالنسبه للكورونا اللي هي كانت قبل دي، لان احنا عندنا ثلاث انواع من الكورونا، يعني متلازمه الالتهاب التنفسي الحاد اللي هي كانت سارس ودي كانت سنه 2003، ومتلازمه الشرق الاوسط اللي هي الميرس كوفيد ودي كانت 2012، وفيروس الكورونا المستجد. هل هو تطور لامراض الانفلونزا العاديه؟ احنا عايزين نقول ان فيروس الكورونا ده فيروس من احد اجناس الفيروسات اللي بتنتمي لاسره الفيروسات بنسمي الكورونا دي اللي هي التاجيات، يطلق عليها ايضا الفيروس المكلل، وده اتى اسمه الفيروس التاجي ده من الانجليزيه اللي هي الكورونا فيروس، وهي من الكلمات اللاتينيه اللي بيطلق عليها اسم الكورونا وبتعني التاج أو الهالة، ويمكن أن تسبب أمراض بتتراوح شدتها زي ما قلت المعاليك من نزلة برد لمتلازمة تنفسية حادة جديدة. طيب النصائح اللي ممكن نوجهها للسادة المشاهدين إذا ما يعني لمسوا هذه الأعراض على أحد المرضى؟ يعني أهم حاجة الإجراءات الوقائية الشخصية، الأول خلينا نقول للمسافرين يجب تجنب الاتصال مع الأشخاص اللي بيعانوا من التهابات الجهاز التنفسي الحاد، وايضا غسل اليدين بشكل متكرر خاصه بالماء والصابون بعد الاتصال المباشر مع المرضى او بيئتهم او تعقيم اليدين بالمطهرات، تجنب الاتصال مع الحيوانات الحيه او الميته او البريه، لانه هو الحقيقه بيدور الحوار حوالين انه السبب الرئيسي في هذا المرض ممكن يكون حيوان المنشا، ممكن يكون جاي من حيوانات حيه او ميته او عن طريق اسماك. ايضا بيجب على المسافرين اللي بيعانوا من اعراض العدوى التنفسيه الحاده ممارسه اداب السعال، يعني الحفاظ على المسافه وتغطيه الفم عند السعال او العطس بالملابس وغسل اليدين، ايضا تجنب السفر الغير ضروري الى دوله الصين خلال الوقت الراهن. لو اتكلمنا عن الارشادات بقى بالنسبه للمواطنين المصريين المتواجدين بدوله الصين، تجنب كافه الانشطه غير الضروريه خارج المنزل، ضروره الابتعاد عن اماكن الازدحام والتجمعات وخاصة الأسواق اللي بتبيع المنتجات الحيوانية الحية أو المذبوحة، غسل اليدين بالمية والصابون بصورة متكررة، تجنب ملامسة والاحتكاك بالمصابين، أهم نقطة كمان طهي الطعام بصورة جيدة وخاصة الأطعمة الحيوانية زي اللحوم والدواجن والأسماك. أخيرا يا دكتور علاء، علشان المواطنون لا يصابون بالذعر، مدى خطورة هذا المرض إذا ما اكتشف أي حالة في مصر ربما؟ بص حضرتك، المرض ده بيتم علاجه عن طريق الاعراض، علاج الاعراض والعلامات المرضيه المصاحبه وفقا لادله منظمه الصحه العالميه الارشاديه. فقط، لكن هو الموضوع مش بالخطوره علشان المواطنين برضو ما يصابوش، يعني لا يصابوا بالذعر المنتشر ربما في الصين وفي دول عده. هو يا فندم زي ما قلت المعاليك انه مصر من الدول السباقه في اتخاذ الاجراءات الوقائيه الاحترازيه لمنع اي مرض لدخول البلاد. احنا الكورونا في السعوديه من 2012 وفي الدول العربيه وحوالينا، والحمد لله بفضل جهود الحكومه المصريه ووزاره متمثله في وزاره الصحه المصريه، الحمد لله قدرنا بفضل ربنا ان احنا نحمي بلادنا من دخول اي امراض. الدكتور علاء، نعم اتفضل. وحوالينا دول عديده فيها امراض متوطن بها امراض كثيره جدا، والحمد لله مصر بخير وفيها حكومه محترمه ووزاره صحه محترمه ورجالها محترمين بيقوموا على اكمل وجه بالحفاظ على بلدهم، وده امن قومي صحي. طبعا الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزاره الصحه، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى هذه المداخله. يسود الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى مع تساقط أمطار على مناطق متفرقة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.
مشاهدينا وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية، أشكر لكم طيب المتابعة، ولمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv، وبالطبع الشكر موصول لزميلي همام مجاهد. شكرا لك.